أنت تستمع إلى ميكس أف أم. التالي غرفة 11 برعاية جبنة غوالي فاطمة وكلير شامبو. غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وكلير شامبو. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وشامبو كلير للرجال. معكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن الأعداد الزميل عبدالله المحضار. ومثل ما عودناكم نذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا على الرقم النصية التالية STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590، زين 73 22 22. اليوم أخبار اتحادية باستقالة رئيس نادي الاتحاد محمد فايز وتكليف نائب الرئيس بإدارة النادي، و يعني الاستمرار مؤقتا إلى حين يعني معرفة الأوضاع الجديدة في نادي الاتحاد. بنشوف وش اللي ممكن يصير، هل تسقط أو يسقط النصاب في نادي الاتحاد بسقوط مجلس الإدارة الحالي المنتخب في كل الأحوال بعد استقالة محمد فايز. هل رح يكون خلال اليومين القادم استقالات أخرى؟ ومن ثم أنتم عارفين يعني إذا كان في استقالات كثير رح يكون في عدد نصاب من الأعضاء، إذا نقص العدد أكيد أنها تسقط الإدارة. رح نتحدث عن أخبار أخرى مثل إصابة لاعب النصر محمد حسين وغيره من الأخبار. نذكركم بأرقام التواصل STC 8 3 4 8، STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، زين 73 22 22. كشفت الفحوص الطبية التي أجراها محترف النصر البحريني محمد حسين عن وجود تمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج معها لفترة من أسبوع إلى 10 أيام للتعافي من الإصابة، وبذلك سيغيب محمد حسين عن مواجهة الشباب القوية الأسبوع المقبل، فيما لم يتضح بعد إمكانية مشاركته في مباراة التعاون من عدمها. وسيسعى النصر لإيجاد البديل في متوسط الدفاع، فيما يبرز اسم جمعان الدوسري كأبرز المرشحين للعب في هذا المركز، وكذلك تجهيز المصاب محمد عيد. ما يشوف شر إن شاء الله اللاعب اللي برز الفترة الأخيرة اللاعب البحريني في صفوف نادي الاتحاد، عفوا النصر، وتحديدا في مركز قلب الدفاع اللاعب محمد حسين. ونبقى في نادي النصر، حيث أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي أن هناك مفاجآت سارة ستسعد جماهير نادي مطلع يناير المقبل، نافيا أن تكون هناك أي مشكلات مالية يعانيها النادي، منوها بتكفله بكل الأمور المالية باعتبارها من أولى مسؤولياته. وعن انتقادات التي طالت إدارته إيبان توليها المسؤولية ومدى تأثرها بها، قال ما دامت النية صافية والمجموعة الموجودة تعمل لمصلحة نادي النصر، فتأكد أن الله سيعطي الواحد على قدر نيته، وبإذن الله سنواصل إسعاد جماهير النصر من خلال مستويات مميزة والنتائج الإيجابية. إلى النادي الأهلي، حيث استغنت إدارة النادي عن المهاجم الدولي العراقي يونس محمود، وذلك بناء على طلبه بالرحيل، وأنهى النادي البارحة علاقته مع اللاعب بالتراضي نظرا لشعوره بأن وجوده في النادي هو فقط لعدد أيام متبقية من نهاية عقده، خاصة بعد إبعاده عن التشكيلة من قبل المدرب بيريرا. وقال محمود في تصريح للصحافة العراقية طلبت من الإدارة الرحيل عن صفوف الفريق، ووافقت الإدارة على الطلب وانتهت علاقتي بالنادي بكل احترافية واحترام،
لا احترام ممكن، لأن النادي الأهلي نادي كل من يعمل فيه محترم، لكن احترافية ما كان تواجدك أصلا في النادي الأهلي في أي نوع من الاحترافية ولا قدمت أي شيء. وهذا الحديث أيضا نوجهه ليونس محمود. وتابع يونس محمود قائلا: النادي فضل الاستجابة لرغبتي بعد قرار المدرب البرتغالي بإبعاد محترفين عن الفريق، ومن جانبي احترمت العقد الذي يربطني مع النادي ولا أريد يكون تعاملي على أساس مادي، فقررت الرحيل قبل نهاية عقدي الذي لم يتبقى فيه سوى أسبوعين فقط. إصابة نايف هزازي وإجراء العملية اليوم، نايف هزازي آخر أوضاع الصحية، إن شاء الله أن يكون بصحة وعافية. ينضم لي الآن الزميل مازن قحطاني مراسل إذاعة ميكس اف ام من الرياض. حياك الله زميلنا مازن. حياك الله غامر، أحييك وأحيي المستمعين الكرام برنامج. وحشتنا يا ما يوحشك غالي. إن شاء الله حبيب موجودين حنا. تسلم. كيف الوضع مازن؟ طمنا على نايف هزازي، انت اليوم كنت موجود زرته في المستشفى، كيف اوضاع اللاعب بعد البنج بعد الخروج من غرفه العمليات؟ والله مثل ما الكل عارف يعني انه نايف سوى العمليه في على يد الدكتور او البروفيسور سالم الزهراني اللي ما شاء الله تبارك الله، اعتقد حتى اللعيبه المعتزلين هم اللي مسوي لهم العمليات ما شاء الله عليه. اليوم الساعه 7 الصباح سوى العمليه في المستشفيات في الرياض، بلاش ما نسوي دعايه يعني ما يصير خصم علينا. يعني على يعني شيء بسيط، يعني لا تاخذ راحتك في الدعايه مره، شيء بسيط يمشي. ايه خلاص ما عندك. تفضل. فسوى العمليه هو اليوم الصباح، وانا زرته والله في الظهر ودخلت له، كان لا يحتاج تاثير البرج، انا على خفيف، ما صحته الحمد لله باحسن حال. انا كنت في حديثين مع البروفيسور سالم، يقول انه الحمد لله يعني العمليه ناجحه 100%، الأمور نايف هزازي بخير. هي العملية سهلة يعني عملية الرباط الصليبي، هي ممكن الإصابة تكون من أصعب الإصابات اللي تمر على اللاعب في كرة القدم، لكن كعملية وكنجاح العملية يعني بنسبة كبيرة سهلة. يعني الأهم في الموضوع كله التأهيل. بالنسبة للتأهيل يعني أنت ما أنت مصدق يا ثامر، ويعني إيش قد نايف هزازي متحمس لموضوع التأهيل. والله العظيم أنا في حديث معه يعني هو يقول أنا خلاص أنا بأشد نفسي يعني أو بأرجع وبأسوي، والتأهيل يعني هو ناوي يعني يكون خبر حصري للمكس اف ام أو الدور 11 أنه راح يسوي التأهيل في شهر 4 أعتقد إبريل في مرسيليا في فرنسا، على يعني أحد مختصين هناك في أحد المراكز الطبية اللي يسوى عنده اللاعب يعني معروف، مثلا يعني ذكر أمثلة يقول إنه مثلا مناف بوشكير كان عنده يعني صار 3 مرات رباط صليبي سواها هناك في المركز الطبي، ورجع مناف ما شاء الله تبارك الله يقول لا زال يلعب حتى الآن. هو يقول أنا إن شاء الله إنه ما راح أستعجل الموسم هذا، خلاص يعني تقريبا ما راح ألحق عليه، ففي شهر 4 راح أسوي التأهيل وخلني أخذ مجال وراح أشد على نفسي علشان أرجع الموسم، لأنه خلاص يعني كنت ماشي الموسم، ولكن الحمد لله على كل رجل مؤمن بقضاء الله وقدره. ويعني اليوم طبعا زاره ممكن بعدد ما نصدق يعني اللي كانوا عندنا في الزازي اليوم ما شاء الله تبارك الله، جماهير الهلال، جماهير النصر، جماهير الشك، كل الأندية يعني كانوا موجودين عندنا في الزازي، حتى هناك بعض الإعلاميين المسؤولين الأندية. اليوم نادي الشباب يعني كلهم خرجوا من التمرين اليوم، كلهم كجهاز فني وإداري ولاعبين كلهم زاروا نايف اليوم، الكل يدعم نايف هزازي، لأن هذا يعني الحمد لله يعني رغم الأمور اللي نشوفها داخل الميدان يا ثامر ومن المشاكل، لكن رياضتنا بخير يعني في دائما المفروض الناظر الكأس المليان من صحيح. واللاعب المحبوب يفرض نفسه، ونايف ونايف لاعب محبوب، لاعب يعني خلوق جدا حتى في تعامله. صحيح. طيب يعطيك العافية مازن، شكرا لك وعلى المعلومات الحلوة اللي أعطتنا إياها، وإن شاء الله أن يقوم بالسلام ويرجع مثل أول وزين إن شاء الله. شكرا لك مازن، وإن شاء الله راح تكون في معنا بكرة أيضا في برنامج غرفة 11، راح تكون معنا بشكل مستمر بإذن الله. يعطيك العافية مازن. الله يعافيك ثامر. شكرا. كان معنا الزميل مازن القحطاني مراسلنا من الرياض.
حتى كان في حديث بيني وبين نايف هزاز اليوم, يعني يقول إن شاء الله أنه رح يرجع أفضل من أول وأقوى من أول, وهذا الإحساس من نايف هزازي والقوة, قوة الإرادة اللي موجودة عنده, إن شاء الله أنه يرجع. أكيد إحنا بحاجة نايف هزازي سواء في نادي الشباب, أكيد أنه يحتاجونه, وأيضا في المنتخب السعودي إن شاء الله يرجع أفضل من الفترات السابقة, وأهم شيء الإعداد خاصة في مثل هذه العمليات, عملية الرباط الصليبي. قبل أطلع الفاصل, أكد لاعب النصر البرازيلي باستوس أنه قد يعود لفريقه السابق كلوجر الروماني, وذلك بسبب المشاكل التي أحدثه هو زملاء البرازيليين قبل مباراة الديربي أمام الهلال. وقال باستوس في حوار مع صحيفة توتال سبورت الرومانية, مشجعو النصر غاضبون للغاية بعد أن رفضت أنا وزملائي في الفريق إلتون وإيفرتون اللعب في مواجهة الهلال الاثنين الماضي. لقد وصفنا الإعلام هناك بالمتمردين, ولكن في الحقيقة نحن لم نلعب بسبب التأخير المستمر في تسليم الرواتب الشهرية, وهو الأمر الذي لم يرضينا. القرار بمقاطعة اللعب مع الفريق أحدث ردة فعل رهيبة للغاية لدى المشجعين والإعلام هناك في السعودية. خلينا نطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية نتكلم عن الشأن الاتحادي, ابقوا معنا. غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وكلير شامبو. غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وكلير شامبو. رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وشامبو كلير للرجال. ينضم لي الآن الزميل المحرر الصحفي في صحيفة عكاظ الزميل عادل الماس. حياك الله معنا عادل. مساك الله بالخير أخوي ثامر, أنتوا المستمعين عبر إذاعة ميكس وبرنامج غرفة 11, يشرفنا دائما التواصل معكم لما في مصلحة المستمعين. الله أكيد, ويشرفنا تواجدك. أكيد أنت من الصحفيين اللامعين والبارزين عادل, ودائما تجيب الأخبار يعني من قلب الأحداث, واللي يمكن بسرعة يعني أفضل من كثير من الزملاء الإعلاميين الآخرين اللي يعني في تباطؤ شوي, لكن أنت ما شاء الله معلومة صحيحة وفكتها. إشادة نعتز فيها, وإن شاء الله نكون دائما يعني محل ثقة المستمعين بإذن الله. إن شاء الله. العادل الاتحاد في كثير من جماهير الاتحاد, الاستقالة, البينات, حسن خليفة, نبي آخر الأوضاع في النادي. طيب شوف, يعني لو نتحدث عن رئيس النادي المهندس محمد الفايز, أعتقد قدم استقالة اليوم يعني بشكل رسمي بعد أن أبلغ الرئيس العام لصاحب سمو الملك الأمير نواف بن فيصل. كذلك أرسل نسخة منها لمكتب رعاية الشباب في جدة. الأمر هناك أنه في محاولات, يعني أعتقد يعني نقدر نقول تسجيل موقف من قبل أعضاء مجلس الإدارة لثني الفائز عن الاستقالة, لكن أعتقد القرار يعني ليس قرار محمد فائز بل أسرة المهندس محمد فائز. الكل يعني يأسف لما حدث المهندس محمد الفائز, خاصة أن كل شاهد عيان في مباراة الاتحاد النصر من خلال تواجده في منصة استاد الشرايع. ما تعرض له مهندس محمد فايز, لم أرى أي رئيس نادي على مستوى المملكة. أكيد مشكلة عادل, تخيل أنت رئيس نادي ما يقدر يحضر مباراة فريق. نعم نعم نعم, وأعتقد يعني المهندس محمد فايز يعتبر رجل قوي, كان يحضر مباراة الاتحاد جميعها, يتحمل مسؤولية وسط غياب يعني من أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد, ما هو كلهم يعني كان حضور متفاوت, حضور باهت. السبب وإني ذكرت معك يا ثامر إنه كأس الملك الماضية اللي حققها نادي الاتحاد كان الاتحاد يخوض مباريات لا نرى سوى المهندس محمد الفايز, هو الرجل الموجود كركيزة أساسية أمام الجمهور الاتحادي في كل مكان. هذه شهادة حق نقولها في المهندس محمد الفايز, سواء يعني مش عشان رحل أو أي شيء, بالعكس قرار اليوم قرار رجولي. قدر أسرته من وكذلك الاتصالات اللي جاتها من مسؤولين وشخصيات كبيرة اللي تربطها علاقة بالمهندس محمد فايز. المهندس محمد الفايز له اسم في الوضع في المجتمع السعودي ومن عائلة عريقة, أعتقد
انه ضغوطات، يعني ما نقول انها ضغوطات، المطالب اللي كانت من اسرته واقاربه هي اللي اجبرته على تقديم الاستقاله. اوكي المجال الرياضي مجال الكل لابد انه يتحمل فيه، هو مجال قابل للنقد، يعني لو نقدر نقول دائما احنا النقد هو موجود بكل فئاته، بس قد يكون سلبا وقد يكون ايجابا. فالمهندس محمد الفايز اليوم باستقالته، يعني انا اعتقد وجه رساله انه انا يعني نادي الاتحاد الان موجودين في اعضاء مجلس اداره يستمرون هذا شانهم شان اخرين، لكن قدر مطالب ابنه اللي هو حامد عصر اليوم بعد ضغوطات واجهها يعني اليومين الماضيه، يعني ما يرضون على محمد فايز ما حدث له. الرجل الجميع يدرك انه ما يعني رجل يعني كبير في السن، وانه يعني نادي الاتحاد يحتاج لرجل يعني قادر على تحمل الامور. اعتقد مهندس محمد الفايز من الصعب انه يتحمل يعني الشيء اللي صار له في مباراه الاتحاد والنصر. الحمد لله انه خرج وسط حمايه امنيه، غادر عند الدقيقه 70، رغم مغادرته من الدقيقه 70 الى الدقيقه 80 الى 81 85 ما زال جمهور الاتحاد يردد ارحل يا فايز، الى جانب يعني رمي قوارير، ويعني نقدر نقول احد يعني مستحيل احد يرفض يعني هذا الشيء نرفضه في المجتمع الرياضي. وجماهير الاتحاد ربما من احتقان ويعني نتائج اللي يتعرض لها الفريق الاتحادي، احنا ما ننظر كمان لنتائج، الجميع لازم يقف امام موضوع انا سبق ذكرته، نادي الاتحاد يحتاج لسيوله ماديه عاجله للوقوف على قدميه. نادي الاتحاد اسم على مستوى قاره اسيا، نادي الاتحاد كفريق كره قدم لديه مجموعه عناصر شابه قادره على صنع المستحيل، تحتاج لرباعي اجنبي لمدرب كفو يقود الفريق في المرحله القادمه. ليس الحل برحيل بينات ومجي حسن خليفه، حسن خليفه ابن النادي هو موجود وهو مدرب للاولمبي، سواء استلم المهمه غدا أو استمر بينات ما بعد مباراة الحزم. أعتقد الشيء هذا بالنسبة للاعبي الاتحاد أنه لازم يلعبون للنادي، إن شاء الله الاتحاد قادر على تجاوز الحزم. لكن اللي أحب أقوله الآن المهندس محمد فايز رحل، إذا استمرت إدارة مكلفة برئاسة عادل جمجوم لابد من الإسراع في انعقاد الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، ولابد أن تعقد يعني بعد استقالة المهندس محمد الفايز اللي رسميا تقدم بها. أنا أطلب من الأخ عادل جمجوم نائب رئيس ده انه منح الفرصه لاداره تستغل الوقت وتعمل لما في مصلحه نادي الاتحاد. الجميع يدرك انه فتره التسجيل تبقى عليها اقل من اسبوعين اللي هي الانتقالات الشتويه، في حال الاسراع وايجاد اداره بديله خلال الاسبوعين القادمين سيستطيع نادي الاتحاد من التعاقد مع جهاز فني وايجاد لاعبين اجانب في الفتره الشتويه ووضع حلول عاجله. طبعا لاعبي الاتحاد، اتحدث عن لاعبي الاتحاد الحاليين، طبعا لهم استحقاقات مالية كما ذكرت لجنة الاحتراف 26 شكوى على نادي الاتحاد مبالغها 30 مليون، إلى جانب استحقاقات وكيل اللاعبين سلطان بلوي وكذلك حمد المنتشري، مطالب لنادي هايدوك الكرواتي، هذه مبالغ مالية حتى لو تم جدولتها بس اسمها مبالغ، لابد من نادي الاتحاد أنه يدفع الملايين خلال المرحلة القادمة. الإدارة تنتظر لشهر يناير أو منتصف يناير أو شيء للحصول على عقد رعاية. الجميع يدرك أنه فترة الانتقالات الشتوية ستكون قرابة الشهر، ستبدأ في منتصف ديسمبر وتنتهي في منتصف يناير. الاتحاد يحتاج الوقت لمسابقة الزمن. الفريق الحالي فريق يعني نقدر نقول فيه روح، فيه عناصر وده تعمل شيء للاتحاد، بس غياب الإضافة الفنية أو اللمسة الفنية للاعب الأجنبي أفقدت الاتحاد. أنا عبر برنامج ميكس إف إم أوجه نداء عاجل للرئيس الفخري للهيئة الشرفية بنادي الاتحاد سمو الملك الأمير طلال بن منصور، كذلك الأمير خالد بن فهد، عضو الداعي الشيخ عبد المحسن آل الشيخ، نادي الاتحاد بحاجة لوقفة من هؤلاء الثلاثي من أجل عودة نادي الاتحاد استعادة هيبته قوته من الناحية المادية وكذلك من ناحية السمعة الكروية، لأن نادي الاتحاد أصبح الآن جدار قصير كل يعتريه. ما أعتقد أنه جمهور الاتحاد بيرضى بهالشيء. احب يعني طيب عادل معليش انا بقاطعك، يعني في نقطه مهمه جدا، انا هذا الشيء الى جانب بقيه الرموز، سواء يعني نقدر نقول ابراهيم افندي، منصور بلوي، اسعد عبد الكريم، اسعد عبد الكريم، احمد صحيح. حسن فتاحي، طلعت اللامي، امين ابو الحسن، حسين لنجاوي، خالد سعيد العمودي، ابراهيم بلوي، اي يعني كل من يحبون نادي الاتحاد ويسعون لخدمته نتمنى أن يلتفون على طاولة واحدة. أي. الاتحاد بحاجة لوقفتهم ونسيان أي خلافات من أجل الكيان الاتحادي وعودته يعني بقوة في المرحلة القادمة، لأن آسيا مشتاقة للاتحاد والاتحاد مشتاق لها.
الكل يضرب حساب للاتحاد على صعيد حينما يكون الاتحاد متواجد في دوري أبطال آسيا. طيب عادل إذا معليش عادل عندي سؤال معليش الآن على الكثير من جماهير الاتحاد وأنا دائما أتكلم يعني باسم الجمهور للجمهور يعني الآن بعد استقالة محمد فايز كثير من الجمهور يقول لك وش الفائدة إذا استقال محمد فايز ومن يستلم الآن منصب الرئاسة هو عادل جمجوم إيش استفاد الجمهور الاتحادي؟ لا بالعكس يعني أنا أقدر أقول لك أنا ممكن اللي شايف أن المحاولة اللي تقوم بإدارة الاتحاد وتواجدها في منزل حسب الأنباء يعني أنا الأنباء دي غير يعني مؤكدة أنه متواجدين كأعضاء مجلس إدارة من عادل جمجوم وخلافه اللي ثني الفائز على استقالة يعني مؤشر أنه الإدارة ليس لديها شيء تعمل للنادي يعني في المرحلة القادمة عرفت اللي نقدر نقوله إذا أنا وجهت نصيحة الأستاذ عادل جمجوم إذا يرى إنه مصلحة نادي الاتحاد خلاص أعتقد الكل يدرك إنه حتى حسب النظام 3 أشهر أنا أطلب من المهندس عادل ونقدر نقول عادل جمجوم إذا وجد مرشح لها الرئاسي لنادي الاتحاد أنا طبعا شوف وسط الزحمة حق اليوم كله يعني الأحداث الاتحادية أبحث عن الرئيس الشرفي لنادي الاتحاد دكتور خالد المرزوقي لا يرد أعتقد اليوم حدث لابد أنه هو يكون متواجد أنت الجميع يدرك أن الاستقالة لسلامها المهندس محمد الفايز راحت لإدارة النادي راحت لرئيس المجلس الشرفي راحت للرئيس العام ولرعاية الشباب جدا طيب يكون في رد يعني إيش مستقبل الاتحاد يعني إحنا نطالب الدكتور خالد مرزوق أنه يطلع يتحدث ماذا سيكون هل سنتظر 3 أشهر ما أعتقد يعني إدارة أجلس عليها أصبر 3 شهور طيب الإدارة القادمة من هي الإدارة التي تستدير النادي لذلك أنا دعيت الشرفيين إنه لابد اللي هو بقيادة الرمز الاتحادي الأمير طلال بن منصور والأمير خالد الفهد وكذلك لمس الأمير تركي بن منصور بن جلوي كذلك أنا لابد جميع الشرفيين الاتحاد ينسون أي شيء من أجل الكيان ولابد من إيجاد إدارة إنقاذ فعلية على أرض الواقع سواء كما استعدنا ترشيحات اللي هو الأستاذ إبراهيم البلوي إن عنده استعداد يتحمل المسؤولية الآن الأرض خلاص أصبحت خصبة يعني أعتقد على عادل جمجوم أنه يغلب مصلحة الاتحاد كما كان اليوم مهندس محمد الفايز قويا ولبى رغبة الجماهير الاتحادية والمدرج الاتحادي بالرحيل ومن أجل الكيان وأشكره كذلك على تنازله عن المبلغ الذي دفع لنادي الاتحاد وكانت تتوارد أرقام من 7 ملايين 7 ملايين 10 ملايين المهندس محمد الفايز أثبت أنه هو رجل يسعى لما فيه مصلحة نادي الاتحاد بتبرع على هالمبلغ وهذا غير مستغرب عنا لأن شقيق الزير فايز من أحد الداعمين كذلك للاتحاد في ألعاب أخرى أنا أحب يعني أقول بس شيء كويت أمر أحب يعني أتحمد بالسلامة للكابتن نايف هزازي مهاجم المنتخب السعودي الأول ونادي الشباب حاليا ولاعب نادي الاتحاد ونتمنى إن شاء الله له السلامة وعودة للملاعب يعني إن شاء الله في قريب العاجل ويستاهل أبو هزة أكيد طيب العادل بيناتو نعم. حسن خليفة آخر والله شوف اليوم تم يعني الإعلام بشكل رسمي ولا إلى الآن لا شوف الإعلام فيه تحفظ من إدارة النادي يعني حتى إلى الآن استقالة رئيس النادي ما بتز من إدارة نادي الاتحاد يعني اللي شاهدنا من نادي الاتحاد نفي متكرر لكل شيء في الفترة الماضية الحمد لله الإعلام النزيه الإعلام اللي يعشق الاتحاد الإعلام اللي مع الاتحاد في السراء والضراء هو من يبحث عن مصلحة نادي الاتحاد وليس الإعلام اللي يتخفون بأسماء نقدر نقول مستعارة من يواجه الاتحاد يواجه جمهور الاتحاد شوف أنا بالمناسبة يعني ربما في أحد الجماهير في الأحداث الأخيرة صاد مهندس محمد الفايز يمكن قسى علي بكلمة أنا قسيت عليه بكلمة أقدر أقول يعني السماح للجماهير الاتحادية أنا أقدر الوضع اللي عاشه جمهور الاتحاد لابد من عادل جمجوم وبقية أعضاء مجلس الإدارة أنهم يترجلون ويتركون كرسي رئاسة نادي الاتحاد إذا لم يكن لديهم الدعم المادي العاجل حاليا نادي الاتحاد بعد غد سيلعب أمام الحزم اليوم لم يتواجد أحد في نادي الاتحاد من مجلس الإدارة ليش؟ يعني هذه مباراة خروج مغلوب نتمنى ما يتكرر خروج الاتحاد العام الماضي من أمام القادسية كان الجميع يقول أن القادسية فريق درجة أولى كرة القدم لا تعرف هو من يعطيها في الملعب إذا لاعبي الاتحاد أعطوا كرة القدم ولعبوا بروح وأعتقد لاعبي الاتحاد من يشكك فيهم أعتقد أنا أقدر ألقب عليه أنه هو مجنون لأن شاهدنا بعض الأصوات تقول أن لاعبي الاتحاد ربما تخاذلوا ربما شيء لا ما يحدث للاتحاد انخفاض مستوى فني صحيح. واضح
واضح. لاعبين صغار ترى بعد كاس الملك اللي حققوه لعيبه الاتحاد ترى جو كان ربما بعض اللاعبين كانوا في درجة الشباب. تصور يا ثامر اللاعب كان يأخذ 300 ريال 500 ريال يجي على كاس ملك بعد نهاية كاس ملك معه 300 ألف أو 150 ألف ريال. أتغيرت الحياة عنده طبيعي أنها تتغير. صحيح. بس النادي لما بدأ الموسم الحالي ما شاهدنا إعداد جيد للفريق الاتحادي. إعداد داخلي بدأ معسكر بداية رمضان متأخر. طبيعي اللي يحدث للاتحاد الآن. ربما الاتحاد فقد المنافسة على دوري المحترفين السعودي لكن تبقى له كاس ولي العهد، كاس الملك للأبطال، بطولة آسيا، الحدث الأكبر اللي نتمنى أن الاتحاد يكون كما عودنا دائما يفرحنا هو يعني هو الأندية المشاركة طبعا نادي الهلال ونادي الشباب ونادي الفتح. فنتمنى لهم التوفيق جميعا إن شاء الله. الكرة السعودية دائما كما يعني سعدنا بعودة المنتخب مؤخرا ننتظر يعني ظهور كروي للأندية على الصعيد الآسي خاصة بعد النظام الجديد للبطولة إن شاء الله. يعطيك العافية عادل، الله يوفقك إن شاء الله. الله أمشي أقدر أقول جزية أخيرة تفضل. يعني كل جماهير الاتحاد يتمنونا لابد من عودة استقرار الاتحاد من أجل يعني عجلة الكرة السعودية. الاتحاد اسم كبير ترى. أكيد أكيد مؤثر أكيد أكيد. يعطيك العافية عادل، شكرا شكرا لك. أتوقع يعني عادل أعطاكم كل شيء. أنا سكت. عادل ما شاء الله ما قصر من آخر من أول سطر لآخر سطر، فالله يعطيه الصحة والعافية. أخيرا بختم برنامج غرفة 11. تشيلسي يستعيد توازنه بفوز مثير على ساوثهامبتون وينفرد بوصافة الدوري الإنجليزي، وأيضا نصري يقود مانشستر سيتي لفوز كبير على سوانزي والصعود للمركز الثالث في البريمير ليج، وأيضا بالنسبة لريال مدريد يرصد 60 مليون يورو من أجل ضم أغويرو. شكرا لمتابعتكم برنامج غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وشامبو كلير للرجال. بكرة برنامج الجولة لا تنسوا من 6 حتى 7 مساء. تصبحون على ألف خير. Oh,